شان آخر التطورات في إدلب، معنا هاتفيا من إسطنبول كاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أغلو. مرحبا بك سيد فراس، كيف تقرأ بداية مخرجات القمة الثلاثية في طهران اليوم؟ يعني أعتقد أن المخرجات كثير منها هو استكمال للمخرجات السابقة في إسطنبول وفي سوتشي وطبعا أستانا. هناك بعض البنود التي تتكلم حول استمرار حوار إعادة الأراضي السورية وأيضا محاربة الإرهاب وربما إعادة الإعمار والاحتجاج المستشفى والدستور، أيضا إيجاد دستور جديد لسوريا. أعتقد أن هذه الأمور كلها أصبحت يعني قديمة، أو ممكن أن نقول أنها تم الاتفاق عليها، ولكن كانت القمة فيها واضح أن هناك كان خلاف فيها تكتيك في مسألة حول الحل السياسي أولا ثم العسكري، أم أن العسكري أولا ثم السياسي. هل تعتقد أن تركيا استطاعت أن تفرض رؤيتها بفرض هدنة في إدلب؟ نعم، هذا نجاح بالنسبة لتركيا نوعا ما بالنسبة لموضوع الهدنة، ولكن أيضا في نفس الوقت هم يعني أرادوا أن تكون دولة سورية كما قالوا، وحكومة دمشق باسط كل اليد أن تبسطها في جميع الأراضي السورية، وأيضا أضافوا أن هناك خروج للقوات غير النظامية يعني يسموها التي تحتل أو التي متواجدة بشكل غير شرعي. ولكن أعتقد أيضا يعني كلا الطرفان يعني مستفرق، يعني أعتقد أن أيضا روسيا فرضت رؤيتها بأن هناك لابد من تواجد حكومة دمشق ولكن ربما الموضوع الهدنة أو إيقاف إطلاق النار كما أيضا. وسيد فراس، بحسب ما أعلن اشترط الروس والإيرانيون أن تضمن تركيا عدم تعرض المعارضة المسلحة، عدم تعرض لقوات النظام وحلفائها، ولكن هل تمتلك تركيا القدرة على ذلك أم هو شرط تعجيزي من حلفاء النظام لضرب إدلب؟ طبعا يعني تستطيع تركيا أن تضمن الجيش السوري الحر والأفصال التي تدعمها، ولكن بالنسبة للبقية يعني أعتقد أنها تحتاج إلى جهد أكثر كبير، ولذلك هناك حشود عسكرية أكبر بالنسبة لتركيا في منطقة إدلب ونقاط المطار مراقبة، وأيضا أعتقد هناك حركة استخباراتية أيضا بالنسبة للمخابرات التركية أيضا نشطة فعالة مع الجيش السوري الحر هناك، ولكن يعني يحتاج أعتقد جهد كبير، ولكن ممكن أن يحدث هناك بعض الخروقات لأن كلا الطرفين نعلم أن هناك حرب دامية بين الطرفين، يعني المعارضة والحكومة دمشق. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أغلو.